الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه صلاه وسلاما الى يوم الدين، اما بعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في كتاب اداب النوم والاضطجاع والقعود والمجلس والجليس والرؤيه، قال رحمه الله تعالى: قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يجيء المؤذن فيؤذنه. متفق عليه. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول: اللهم باسمك أموت وأحيا. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. في الحديث الأول، حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يجيء المؤذن فيؤذنه. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة. أول هذه الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الليل، وكان لا يتركها صلى الله عليه وسلم، بل قال بعض أهل العلم إن صلاة الليل على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، وفي حق الأمة سنة مؤكدة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع صلاة الليل لا في حضر ولا في سفر، بل حتى إذا غلبه العذر ولم يستطع أن يصلي من الليل فإنه يقضيه شفعا في الضحى. وكل هذا من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل، وذلك لأن صلاة الليل من أسباب تثبيت القلوب. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقم قيلا. فالله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بقيام الليل حتى يتقوى قلبه على ما ينزل عليه من الوحي. فقيام الليل من أعظم الأسباب التي تثبت القلوب، ومن أعظم الأسباب التي تنجي العبد من الفتن. وصلاة الليل دليل على الإخلاص، خاصة إذا كانت في جوف الليل، لأن المرء لا يقوم من منامه ومن لذة نومه إلا إخلاصا لله سبحانه وتعالى، حيث لا يراه الناس. فدل ذلك على صدقه مع ربه، وأنه ما قام إلى هذه العبادة وهذه الطاعة إلا احتسابا للأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. والمسلم يعود نفسه على قيام الليل شيئا فشيئا، فيصلي مثلا في أول الأمر ركعتين، ثم 4، ثم 6 ركعات، وهكذا. ولكن يعود نفسه، لا يبدأ مباشرة ب11 ركعة، فقد لا يستطيع ذلك، ولكن يمرن نفسه شيئا فشيئا حتى تتعود وتألف هذه العادة وهذه العبادة العظيمة. وذلك جاء عن بعض السلف أنه قال: جاهدت نفسي على قيام الليل 20 سنة، ليس سنة ولا سنتين ولا 3 ولا 4، 20 سنة يجاهد نفسه، يعني نفسه تدعوه إلى النوم وإلى الكسل وإلى الدعة، وهو يجاهدها ويقوم يصلي 20 سنة يجاهد نفسه. قال: وتلذذت بقيام الليل 20 سنة، يعني 20 سنة كان يجاهد، و20 سنة يتلذذ بهذه الطاعة وهذه العبادة. وهذا الصدق مع الله عز وجل. وذلك المسلم قد يفعل العبادة والطاعة ويجاهد نفسه قليلا، ثم بعد ذلك ينسحب، وهذا اختبار من الله عز وجل لعبده. فإذا رأى الله عز وجل من عبده الصدق في إقباله عليه وإخلاصه له، فإنه يعينه ويثبته، وبعد ذلك يجد لذة العبادة وحلاوة الإيمان. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فهنا في قول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، وكان هنا تدل على الاستمرار، تدل على الاستمرار، فكان يصلي 11 ركعة. وهذا هو الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يصلي 11 ركعة.
وقد يصلي أكثر من ذلك، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى 13 ركعة، وقد يصلي أقل من ذلك كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى 5 سردة، وثبت عنه أنه صلى 7 سردة، وثبت عنه أنه صلى 9 ركعات سردا، كل ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في صفة الوتر في صلاة الليل 6 أحوال، منها ما ذكرنا، والمسلم ينوع بينها، لأن التنويع بين السنن من إحيائها ومن إحياء القلوب أيضا. وذلك لأنك إذا أحييت السنة ونوعت بين السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا يدعو إلى استشعارك وحضور قلبك عند عملك لهذه العبادة والطاعة. قالت هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين، وهي سنة الفجر. وسنة الفجر من آكد السنن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليها، فلم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم لا في حضر ولا في سفر. ركعة الفجر وهما السنة، قال عنهما النبي صلى الله عليه وسلم: هما خير من الدنيا وما فيها. هذه سنة عظيمة، سنة الفجر سنة عظيمة، على المسلم أن يحرص عليها وأن لا يتركها، وأن يجعلها أهم من طعامه وشرابه ونفسه، كما كان النبي يحرص عليها حرصا شديدا، يتعاهدها تعاهدا ما يتركها أبدا لا في حضر ولا في سفر. ويشرع لمن فاتته أن يقضيها إما بعد صلاة الفجر أو بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، المهم أنه لا يترك هذه السنة العظيمة، سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ومن أحكام هذه السنة العظيمة سنة الفجر أن السنة فيها التخفيف، أن السنة فيها التخفيف، فمن أطالها فقد خالف السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها خفيفة كما قالت عائشة رضي الله عنها: فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين. وجاء في رواية: فما أدري هل قرأ الفاتحة أم لم يقرأها، يعني من تخفيفه لهاتين الركعتين. ومن السنة في هاتين الركعتين أن يقرأ فيها بما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد فيها سنتان. السنة الأولى قراءة سورة يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وقل هو الله أحد في الركعة الثانية، وهذه السنة يعني مشهورة معلومة. وهناك سنة ثانية واردة في القراءة في سنة الفجر يغفل عنها كثير من الناس، بل قد لا يعلمها كثير من الناس ولا يعمل بها إلا القليل، وهي قراءة آية البقرة: قولوا آمنا بالله في الركعة الأولى، وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم في الركعة الثانية من سورة آل عمران. فهذه من السنة التي قد لا يعلمها الكثير، والذي يعلمها في الغالب إلا من رحم الله لا يعمل بها. والسنة أن الإنسان ينوع بين هاتين السنتين، أن يقرأ مرة بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ومرة يقرأ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن لهم مسلمون. هذه في الركعة الأولى. في الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذا من السنة التي ينبغي المسلم أن يطبقها في ركعتي الفجر. ثم قالت: ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يجيء المؤذن فيؤذنه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يؤدي هاتين الركعتين يضطجع على يمينه. فهذه التي يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الضجعة التي يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا الاضطجاع من السنة مطلقا؟ العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في هذا، فمنهم من قال أن هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يطيل القيام فيصلي هاتين الركعتين ثم يأخذ قصة من الراحة، ثم يأخذ قصة من الراحة
هذه يعني الاضطجاع اليسيرة ثم يذهب إلى صلاة الفجر. والقول الثاني أنها عامة لمن كان حالهم مثل حال الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كان يطيل القيام ثم بعد ذلك يضطجع، هذه الاضطجاع اليسيرة. فإذا كان يطيل القيام في الليل فليفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال إن هذه يعني خاصة لمن كان إماماً وأطال القيام، يعني مما يدخل في هذا الحكم. وقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إماماً وكان يطيل القيام فيضطجع بعد هاتين الركعتين لأخذ قسط من الراحة. وقالوا لأن المأموم مأمور بالتبكير، مأمور بالتبكير إلى المسجد، بخلاف الإمام فإنه يأتي إلى المسجد وقت الإقامة. فقالوا هذه خاصة للإمام الذي يكون حال كحال النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الرابع أنهم قالوا هذه عامة للإمام وللمأموم، يضطجع اضطجاعا يسيرا ثم يقوم. وهذه لا تنافي التبكير لأنها اضطجاعة يسيرة، لو اضطجع يسيرا لمدة دقيقة أو أقل من دقيقة فقد طبق السنة على قال من قال بهذا القول. وبعض أهل العلم أغرب بعيدا وقال إن هذه الاضطجاعة يعني واجبة، بل قالوا هو شرط من شروط صحة صلاة الفجر، ولكن هذا قول بعيد وقول شاذ لا يعمل به. والصواب في هذا والله أعلم أن هذه الاضطجاعة لما كان حاله مثل حال الرسول صلى الله عليه وسلم، يطيل القيام ويكون إماما، أنه يكون يعني إماما ويكون يطيل القيام في الليل حتى تتوافق هذه يعني العبادة مع ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. وإن اضطجع الإنسان أخذا بقول بقية أهل العلم ولو كان مأموما فإنه لا ينكر عليه ولا بأس بذلك إن شاء الله. فهذه بعض الفوائد على هذا الحديث. آخرها قال حتى يجيء المؤذن فيؤذنهم. هذه الجملة تفيدنا فائدة، وهي هل الإمام السنة في حقه أنه يأتي مبكرا أو السنة في حقه أن يأتي مع الإقامة؟ الذي يظهر من النصوص الشرعية أن السنة في حق الإمام أنه يأتي وقت الإقامة ويصلي السنن الرواتب القبلية في بيته، هذا هو السنة في حق الإمام كما هو ظاهر النصوص. ولكن إن جاء مبكرا فإنه لا بأس بذلك، وقد يكون مجيئه مبكرا يعني أفضل بالنسبة له هو، ليس أفضل في السنية لكن أفضل قد يكون للشخص نفسه، لأن أحيانا الإنسان أعلم بنفسه، أعلم بنفسه وما هو أصح لقلبه. فالإمام السنة في حقه مطلقا أن يأتي مع الإقامة، وإن جاء مبكرا لأنه رأى أن الأصح له أن يأتي مبكرا فإنه لا بأس بذلك، لأن الأمر في هذا واسع. فهذه بعض الفوائد على هذا الحديث، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.